بعصرنا صار الزواج والإنجاب عم بيتم بعمر متأخر. لنعرف أكثر عن هالموضوع رح نستقبل طبيب له أكثر من 25 سنة بمجال الطب، وتحديدا أخصائي جراحة نسائية وتوليد وأخصائي بأمراض العقم والطرق المساعدة للإنجاب. لنعرف أكثر عن هالموضوع نستقبل دكتور جوزيف عزوري. مساء الخير دكتور. دكتور عزوري مساء الخير واهلا وسهلا فيك من الاخير. كم ام يوميا بتشكرك على هالنعمه؟ كتر خير الله. يعني مبدئيا نحن معدلنا كوالدات بالنهار تتراوح بين 2 و3 بالنهار، وهلا انا سري بالدومين من 25 سنه، يعني تقريبا عندي فوق ال 25,000 ولادة تقريبا. فوق ال 25,000 ولادة، بسم الله. حكيم بال 89 حكيوا عنك بال CNN لأنه كنت أول عملية بتنعمل على امرأة عندها توم، وكان عندها مشكلة بالتوم، أنجبت أول ولد وبعد شهر أنجبت الولد الثاني. حقيقة هذه كانت مغامرة، أنا اعتبرتها مغامرة لأنه ما كنا بعد عاملينها، وعلى طلب الأم عملتها. لأنه كان مرة متقدمة بالعمر، عمرها 41 سنة وحبت بتوم. أول ولد بلشت ولدت بالسادس، ولد ما بعيش بالسادس، كان في الخيار أو نولد الثاني بالسادس ويروحوا اثنيناتهم، أو نعمل مغامرة ونخلي البيبي ونعمل علاج طرق تسكير رحم تنحافظ عليه، وهيك صار خلق الولد وصار عمره هلا. وهالعملية كانت خمرت فيها، بس كانت أول عملية بتنعمل بالعالم. كانت أول عملية أنا بعملها، وكانت أول عملية تقريبا ثاني عملية بالعالم بتنعمل. ثاني عملية بالعالم. هلا ساعات عم تنعمل يمكن شوي اكثر. اليوم شفنا من فتره ست عمرها فوق ال 60 سنه انجبت ولد بفرنسا. قديش او لاي عمر المراه فيها تضلها تجيب ولد؟ حقيقه العمر كثير مهم عند المراه، يعني بيضعف الانجاب عندها عكس الرجل. من بعد 38 بتخف الخصوبه عند المراه. نعم. بصير تخف تدريجيا وبقوه من 38 لل 45. من بعد 38 بتبلش تخف. نعم. لل 45 بتخف كثير، حتى نحن بنقول بتصير قريبه لل 1% 1%. يعني مره بعمر 60 سنه هيدي حملت بايج دونيشن، زرع بويضه، هبه بويضه، يعني حدا بيهبه بويضه وبتحمل بهيك وضع. بس جسمها بيقدر يحمل ولد؟ جسم الرحم بيحمل، الرحم ما بيختر مع العمر كثير. بتتعرض يمكن لحاله 30% تعمل ضغط بالحمل او تعمل مشاكل، بس الرحم بيحمل، هي البويضه اللي بتضعف عند المراه. بلبنان في نساء بعمر متاخر بيطلبوا منك تعمل هالعمليات او بحبوا يعملوا هالنوع من العمليات؟ في عمليات اكيد في نساء بيطلبوا، لانه عم نلاحظها اكثر واكثر، لانه مثل ما قلت باول حلقه انه عم الزواج عم يصير متاخر. نعم. هذا الشيء قبل ما كان يصير، قبل كانت البنت تتجوزوا ب 18 سنه توصل ل 22 كان يفتكروا اهله وعندها مشكله ثانيه. البنت ب 22 هلا لتتعلم لتاخذ دكتوراه لتشتغل لتصاحب لتترك لترجع تصاحب لتتجوز سنة ب 32 40، يعني اغلبيه عم يتجوزوا مؤخرين، طب ما بينتبهوا لهالنقطه. والحال؟ الحال انه انا بشوف انه واحد اذا اكيد عنده بحب يحس شعور الامومه ما يترك حاله كثير يسترسل بشغله ويترك حاله بالشغل وما ينتبه لهالامور، يفيق بال40 او بال45 انه بده ولد. كريستيان حجر. بس دكتور بنلاحظ كمان غير انه صار في انه عم بيتاخروا تيتجوزوا، ما بتلاحظوا حضرتك مختص بالاي في اف، ما بتلاحظ انه صار في حتى اللي بيتجوزوا بعمر ليتس سي عادي بالعشرينات حالات المشاكل بالانجاب عم بتزيد؟ نعم. يعني ما عم بيحبلوا بسهوله مثل ما كانوا ايام بركي اهلنا. مزبوط، هذا الشيء كثير واقع بالعالم كله، لاحظناه انه في كثير عم بيصير انفيرتيليتي كثير عاليه، واكثر شيء عند الرجال عم بتزيد، يعني بالعالم زايده كثير وبلبنان زايده اكثر. قبل كان كل 10 كوبليت جستما، قبل كل 10 كوبليت يجوا لعنا يكون اسباب 7-8 مرات تكون المره هي السبب، او مره يكون رجال او اثنين. هلا كل 10 كوبليت بيجوا عند الطبيب تيتحكموا للانجاب بنلاقي 5-6 مرات الرجال هو السبب. دونك السبب انا بشوفه هو اكيد البوليسيون بتلعب دور كثير مهم، وفي كثير عوامل عم بتزيد وعم بتبين بهالبوليسيون.
من اكثر شيء يعني السيجارة الدخان. تصور الدخان يعني بيعمل 3000 سبستانس توكسيك، منها بيعمل كانسير ومنها بيعمل بروبليم دافيرتيليتي. جورج حرب، انا بدي اسال سؤال اكيد رح يكونوا كذا حدا عم يحضرنا اليوم عم بفكر بهذا السؤال، بس يشوف دكتور عزوري بطريقه كتير سامبل وسريعه ومتناول الكل. كل العالم بتسال فينا ننقي نوع الولد من قبل وكيف وليش وقديش هينه وقديش صعبه اذا صبيه ما بنت صبيه او بنت. اكيد الطريق قبل معتمد كتير، كان طرق بينسمع فيها انه رجيم الاكل العلاقه وقت الاوفيلاسيون نستعمل بيكربونات، دونك كل هالطرق هيدي البوزيشن ممكن نسمعهم انا قديم. نعم كنا كنا نسمع ما بينت الافيكاسي تبعيتها تقريبا 65%، دونك وقت نحن اذا مش شغله 99% او اكثر 98% ما بتقول هيدي الطريقه علمية. تعتمد علميا. حاليا هي في طريقه وحده معتمدة علميا، بس هي اعتمدت مش للسكس سيلكشن، اعتمدت لحتى تنقي الولد اذا طبيعي ما عنده امراض كروموزومية او جينية. نعم بسموها البي جي دي، يعني بعد ما تعمل طفل الانبوب بيكون عندها كذا جنين بالمختبر، بينعمل بايوبسي بينشال خلية من كل جنين وبينفحص جينيتيك ما اذا نورمال او لا، يعني بينفحصوا الكروموزومات تبعوله للبيبي. مسموح من هالكروموزومات بتصير بلبنان؟ بلبنان ما في قانون بعد بيمنع ولا بيسمح شيء. اوكي. الكروموزوم بيتنقى، يعني ببين معك الاكس واي جريج هن كروموزوم من هالكروموزومات. دونك فيك تعرف وتعمل سيلكشن، بس قانونيا بالعالم ممنوع، يعني سكس سيلكشن بالعالم ممنوع الا بحاله اذا في امراض وراثية بواسطة الام الام البنت او الرجال. دونك احسن لما تجيني يمكن صبي ينصاب فدي بنت مش تكون منصابه لانه الولد مرض بينتقل بالسكس. حكى من فتره كثير عن موضوع وين فيك تنقي لون العيون، فيك تنقي الطول، فيك تنقي لون الشعر. بعد هيدي قديش احنا قريبين او بعاد عن هذا الموضوع؟ مش كثير قراب لهالموضوع. نحن بعد بلبنان منا كثير قراب ولا بالعالم؟ مش هلا بلبنان بنلحق برا يعني على كلكم مش كثير بنبعد. اوكي يعني هلا بالمحاضرات العالميه وكل شيء على طول بتشوف الاطباء بلبنان كل شهرين ثلاثه بيسافروا وما في شيء بقى مخبى. رولك عادي رح انهي معك. دكتور عزوري انا عندي سؤال لك، بعد بهيدي الايامات هلا مع كل هالتطور ومع كل شو عم بيصير، بعد في مره ما بتحبل؟ نعم بكل الوسائل عم بحكي بكل شيء، يعني اذا عادي او ان فيترو او شيء، شو السبب بخليها المره ما تجيب ولد؟ رح اقول لك اعطيك رح اقول لك شو. نحن هلا اذا مره وصلت لعمر 44 او 45 سنه عم بحكي اصغر قبل في كمان مجال، في كمان شو هو السبب اللي ما بيخليه ابدا؟ اولا حاليا بعد لهلا وتنحط نوضع الجنين داخل الرحم بنقول نحن عملنا ترانسفير للامبريون، بس ما فينا نعمل له نيداسيون، ما فينا نخليه يفوت داخل الرحم، بنحطه هو بده يفوت لوحده. يعني بعد لهلا الطب ما قدر يوصل مع كل التجارب تبعه انه نغرز الجنين مليمتر بالرحم، اذا دقينا بالرحم نحن عم نحطه بصير في تقلصات والرحم بيرفض الجنين. لو تصور الطب لوين وصل بالعالم الناس وبعد ما يقدروا يوصلوا البيبي داخل الرحم. هيدي بعد عليها علامات استفهام وما حدا بيعرفها، كرمالك بقول هيدي من ربنا. دونك في شيء بعد الطب ما بيقدر يوصل له، ما بعرف اذا رح يوصل له. انا هيدي بشك فيها انه بس حكيم نقدر نوصل له. كل امراه او كابل وتحديدا الامراه عم بتشاهدنا الليله وعندها حلم تصير ام، اليوم الطرق ما تغيرت، الطرق بعدهم هن الموجودين مثل قبل الاي في اف، واذا عملت مره ومرتين وثلاثه قديش عندها امل؟ يعني امتى بتفقد الامل؟ باي عمر باي مرحله خلص بتقول انه فقد الامل وما رح اصير ام او لازم اتبنى؟ هلا الطرق تقدمت، يعني بلش الاي في اف 78، بال 94 صار في طريقه بالاي في اف اسمها الاكسي، يعني متفوت سبيرم واحد جوات البويضه. دونك هيدي عملت هذه اكتشفت بالصدفه هذه التكنيك ببلجيكا وعملت ريفولوشن قويه بالعالم. دونك تصور هلا اذا حدا ما عنده سبرم صفر فيك تشيل له خزعه من الخصيه وتعمل له اكسي، يعني تقدم كثير الطب وبعده عم بيتقدم الطب، بس برضه قد ما تقدم قدرت تعمل تكون جنين بالمختبر اللي هي هيدي بتكون جنين نسبه 90% بالمختبر،
بعد نسبة النجاح ضئيلة لأنه النيداسيون ما فيك تعملها. دكتور جوزيف عزوري، أنا أكيد أنه في 25,000 طفل و 25,000 كابل وأميات بيشكروك الليلة لكل شيء عملته معهم. نحن كمان بنشكرك لأنك وضحت لنا شوي أكثر عن هذا الموضوع. شكرا كثير. Thank you, Hakim. Thank you.